السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون رقم 281 لسنة 94 لمكافحة الغش التجاري بيتكلم عن الغش بكافة أنواعه، واللي يهمنا منه الجزئية الخاصة بصناعة واستيراد السيارات. الكلام على إيه؟ الكلام على العربية اللي الناس بيقولوا عليها هيونداي فيرنا، وهي شكلا لا هيونداي ولا فيرنا، وللأمانة العلمية سميناها هيونداي غبور، زي مثلا لما كارفور يغلف مكرونة ويسميها مكرونة كارفور. ده استعراض لمواد قانون الغش التجاري، وفي مواد تانية كتير جدا لكن هنستعرضها في فيديوهات قادمة. الفيديو ده بداية لمجموعة فيديوهات خاصة بالغش التجاري في قطاع صناعة واستيراد السيارات في مصر. بعد استعراض مواد القانون هندخل على تفاصيل وفيديوهات تثبت الكلام اللي بنقوله. مع كامل الاحترام لكل الوكلاء وخاصة شركة جي بي غبور اوتو، وكيل هيونداي فيرنا، ووكيل باقي سيارات هيونداي من التسعينات حتى الآن، الشركة دي قدمت علامة هيونداي ودعمتها بمراكز صيانة وخدمة ما بعد البيع لحد ما بقت من أكتر العلامات مبيعا في مصر. وكفاية انك تعرف ان هيونداي اكسل اللي لحد دلوقتي ماشي في شوارعنا كانت أولى سيارات غبور. ولكن الفيديو بغرض توعية الناس، وخصوصا اللي ما يعرفش منهم شكل ومواصفات وإمكانيات هيونداي فيرنا الحقيقية، أو اللي مصدق كذبة ان اللي بتتباع بره دي أكسنت مش فيرنا. نبدأ على بركة الله. دي هيونداي فيرنا موديل 2019 من غبور، واللي بتتباع عندنا في مصر بقالها 12 سنة على انها احدث موديل بنفس الشكل والامكانيات المتواضعة والتجميع المصري ونفس المشاكل والعيوب، ولكن بسعر مضاعف كل سنة. حاولنا نعرف اسمها الحقيقي، وهل هي فعلا هيونداي، وهل بلد المنشأ فعلا كوريا، ولا تطلع قطع غيار صيني وبتتجمع في مصر. لكن بعد البحث ما وصلناش لأي نتيجة غير انها مش فيرنا ومش هيونداي، وبندعي ربنا انها ما تطلعش صيني. العربية دي عدم ثباتها واتزانها وضعف فراملها، بالاضافة لخفة الوزن وطبعا وسائل الامان المتواضعة جدا، كل ده تسبب في كثير من الحوادث الطرق. عربية بتجمع بسرعة جدا، بس طبعا لو راجل وقفها. ونصيحة للي عنده العربية دي، ما تفكرش تجيب اكتر من 120 كيلومتر في الساعة لو عاوز تعيش. هنستعرضها من موقع كونتاكت كار وموقع المصرية للسيارات، وزي ما احنا شايفين نازل منها خمس فئات، وبيبدأ سعرها من 192 ألف، وأعلى فئة سعرها 224 ألف جنيه. الفرق بينهم تفاهات، وهي في الواقع بشكلها وإمكانياتها لا تساوي أبدا هذا السعر. ماشية في شوارع مصر من 2007 هتشوفها ملاكي وأجرة، وانتشارها طبعا راجع لسعرها في بدايتها اللي كان يعتبر سعر معقول جدا ومناسب وقتها لإمكانياتها وشكلها. انتشرت العربية دي اكتر اثناء صفقة القرن وتحويل التاكسي الابيض واسود الى تاكسي الشطرنج اللي موجود حاليا. كانوا بياخدوا من الناس عربياتهم ويعتبروها مقدم للعروسة هيونداي غبور، فيما عرف بمجزرة احلال التاكسي. هنلاحظ ان الشكل واحد والامكانيات اللي بتتغير من فئة للفئة الاعلى كلام تافه ما يستحقش الفرق ده. يعني لا شفنا فتحة سقف كهرباء او حتى ركن ذكي، ولا وسائل امان محترمة، ولا مثلا انظمة مساعدة سائق او مساعدة فرامل، والشكل زي ما هو. العربية بشكلها المتواضع اللي متغيرش من 12 سنة، واللي بيخلي صاحب العربية بس هو اللي متأكد انها زيرو، انما باقي البشر اللي شايفينها فاكرين انها موديل قديم. يعني لو اشتريتها لازم تسيب اكياس على الكراسي علشان تحس انها جديدة او تكتب عليها زيرو. ودلوقتي هنستعرض سيارة هيونداي فيرنا المحترمة التي تباع بالخارج من مواقع أوروبية خاصة ببيع السيارات الجديدة والمستعملة. هنبدأ بموقع دروم، وموقع كار أند بايك، وموقع كار ويل، وهنستعرض موديل 2019، ونرجع بآلة الزمن نشوف السنة اللي قبلها واللي قبلها عشان تتأكدوا بنفسكم إن الشكل اللي موجود حاليا بعيد جدا عن اسم هيونداي فيرنا. فكرت أتكلم في إمكانيات هيونداي فيرنا الحقيقية المباعة خارج مصر، بس لقيت إنه ضيع وقت ومحدش هيهتم لانها كده كده مش موجودة. عموما انا هسيبكم مع فيديوهات للسيارة هيونداي فيرنا التي تباع خارج مصر، واشكركم على المتابعة، واتمنى يكون الفيديو مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.